والتقدير الاستاذ الموسيقار عصام الدهار. من الله استاذ بنقول واحد الكلمه في قد الشاب الى سمحت لي. لا لا بنقولها انا نقولها من قلبي. كانوا عندي تقريبا الاف ديال الاصدقاء وسبحانك العظيم في الصداقات ديالي لقيت هذا الشاب سوفي الخير وشاب طموح وكان افتخروا بالصويره حقيقه الى الاله كاينين بحال هذا الشاب بزاف. الله يحفظك. شكرا محمد عيلان. استاذ عندي كلمه شكر بغيت نوجهها للاساتذه الاجلاء اللي تحملوا العناء ديال السفر وقطعوا مسافه 500 كيلومتر من الرباط ومن مدينه مراكش على راسهم السيد حبيب ابو ريشه شيخ الاعلاميين وشيخ الصحفيين شاب جاد معطاء وخدوم ثم الاستاذ جليل اللي تفاجئنا صراحه هو مقيم معنا في مدينه الصويره حاليا. هذا بعدا غادي يخلينا اننا نبداو نجرو منه بزاف ونستغلوا الوجود ديالو في مدينه الصويره. شكرا للسي حسن البويه اللي هو اعتبره استاذي المخلص اللي تعلمني بزاف في مجال التدوين في مجال الاعلام. كما اشكر واشد بحراره على السيد عامل الاقليم ديال الصويره سي جمال بن خططار لانه قدم لنا مساعده والمبادره الوطنيه في اطار واحد واخا واحد المساهمه اللي هي رمزيه ولكن الحمد لله عاونونا والمجلس الجماعي والحضور ديالكم الكريم وشكرا. هذه هي الرمزيه وشهاده التحرير الثانيه هي لشاب من ابناء مدينه الصويره مبدع خلوق وانتبه معنا هو الاخر مختلف محطات هذا اللقاء بتفان ونكرا للذات هو هشام ابو العصافير تعثر عليه ان يكون حاضرا.